كان قصدك إيه لما كتبت على تويتر مصر مش جاهزة ليك بطبيعتك؟ هتلاقي كان قصدي يعني إنه يمكن إحنا يعني من الحاجات اللي أنا باخد بالي منها كالفرق مثلاً بين مصر وأوروبا مثلاً لما كنت هناك في الجامعة أو فاهمة؟ إن إحنا بنحكم أسرع يعني إحنا فينا حتة أكتر اللي هو بص فلان بص بنحب نحكم على الناس قوي فبس تقريبا كان قصدي اللي هو لا انت ما تبقاش على طبيعتك احسن لان الناس هتحكم عليك سلبيا وبتاع خليك ادي يعني حط حاجز شويه يعني ده اللي يمكن كان قصدي فاهم مروان عديت بلحظه فيها محنه اتقلبت منحه فيها ازمه اتحولت لفرصه نقطه تحول كده في حياتك هو الموقف اللي كان كده بس هو ما يعني مش بشكل مباشر بس انا اول ما ابتديت غنى في 2017 انا بدات في 2016 بعديها بكام شهر قليلين جالي خبر والدتي عيانه وحاجات كده فافتكرت بقى يعني دي كانت محنه بعدين مع مرور السنين ابتديت يعني انا قلت ان الموضوع ده هيخليني اكيد اكيد مش هقدر انجح في المزيكا لان انا برضو ماليش اخوات وبتاع فانا لوحدي مهندل الموقف ده اكيد مش هعرف اعمل كده وكمان انجح في المزيكا وبتاع هي بقت مع الوقت اتحولت لمنحه بس مش بشكل مباشر يعني اللي هو فعلا كنت بكمل كده في الحياه الاقيني عليت سلمه الاقيني جالي شغل جالي مش عارف كذا ففي الاخر يعني بعد مرور كذا سنه قلت طب اوف يمكن فعلا انت فاهم بيحصل لك حاجه صعبه وانت بتبقى اقوى بسبب الحاجه الصعبه اللي بتحصل لك دي فانت بيجي لك يعني حاجات حلوه في الحياه فاهم في توازن كده معين ما اعرفش يعني حسيته